شيء غريب، شيء غريب في هالبلاد يا رسول الله. حتى تثير المياه بالكريدي شيء غريب. هاو عندك 2000، هاو عندك دينار، هاو عندك كذا شيء. هو منحبسني وما عاد سعد والله، لا عاد سعد يعجبك الحديد. واحد كفرت 7000 فرنك وزاد بعث لي ولده ما لا لا سعد لا ما يعذروش والله، لا يعذرك واحد في هالبلاد اقسم بالله. يا شيء غريب، لا يقولوا مسخ، لا يقولوا ريحه كريهه للواحد بالروائحه. سلام سلام يا معلم، تشوف في الميه ولا بيت؟ بر بر ادخل بر ادخل اعملها مش على روحك. تحب كاغت؟ هذا نمد لك كاغت بر يا حنبيك. باين فيك ما عرفتنيش يا ذل. شو اليوم ما عرفتنيش؟ بجاه ربي نعرف فيك الويه صحبه. اعطيني نعرف فيك الويه، مش تعملها وتمشي على روحك. زين طول لسانك. واحد مش يجي يعملها لازم نعرف انيه. طول لسانك. الوزير معاك يا سيد. الوزير مرحبا بالله. الوزير ولا الوزير؟ صور 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 موال. والله يا جماعه تصور. مرحبا سيد الوزير، مرحبا. شنحوالك سيد الوزير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله سيد الوزير لاباس. شنحوالك يا سيد الوزير؟ والله العظيم الا شرف لينا كي تعملها فينا. كي تعملها علينا راه شرف لينا. ادخلوا تحب المية؟ ها المية، ها قبصانة قبصانة، ها البيض وخمسة كيلو. شوف جد مانيش داخل، مانيش داخل. انت مال الوجه يا سيد الوزير؟ في زيارة رسمية. زيارة رسمية؟ ايش معناها؟ زيارة فجائية معناها؟ زيارة فجائية. جايني في زيارة فجائية؟ صور يا صور. انت فاش تصور؟ صور. هبا يا بابا يا زيارة فجائية. يا اخي ايش عندي هنا؟ جايني في زيارة فجائية. توم سايب لي كل شيء وجاي لي هنا في زيارة فجائية. هذا خلالة. مش عاجبك. خمر يا رسول الله يا سيد الوزير نحكوا. بالله من ناحية الزيارة الفجائية هذي، توم سايبين المطارات، ومسايبين المحطات، ومسايبين الديوانة، ومسايبين السبيطارات، وجايين لينا في زيارة فجائية، ايش عندي مو لاباس؟ بالله احنا قاعدين نحاربوا في الفساد يا سيدي، ومتحزمين الحكومة الجديدة باش نقضوا على الفساد، صور لي كل شيء، صور لي السباب المكسرة، شوف التسيب، شوف البلاد والماشية، هكا البلاد والماشية. يا سيد الوزير المي مقصوص، المي مقصوص. علاش مقصوص على المواطن؟ احنا عاملين كاغت يا سيد الوزير، هاو هاو كاغت، هاو كاغت، كاغت. ها بابي، بروميير شوا سيد الوزير، بروميير شوا بابي. كاغت عاملين لهم كاغت العباد. على بايب. مقصوص المي يا سيد الوزير. استناني ساعة، احنا شو منبهين عليك؟ شنو؟ قداش تخول؟ مش منبهين عليك 200 فرنك دخول. يا سيد الوزير، يا سيد الوزير بالله من ناحيه الدخول هذا نحب الموضوع هذا نحكي فيه. وهاك انت جبتها بطبيعتك من ناحيه الدخول. راه كل شيء غلي يا سيد الوزير، والله كل شيء غلي. اش بيك؟ راه كانت التواليتات قاعده ترخيصه، دي 500 السما بالروايح اللي كانوا فيها. رانا عايشين في رحلياتنا يا رسول الله. تعرفها تخدم بها يا سيد، وزيد حاط لي البراد في فم التواليت. هذا انا عملت مخير طوام خير، نخدم ونحل مسته تاع الطباعه ولا نقعد مسكر الناس بالصف وكذا. 500 دخول تجاوزات، صور لي كل شيء، عدي على الباج بتاع الوزاره. يا سيد الوزير ما ثم حد شيء. الماء لازمك تتصرف، جيب لهم الماء يا سيد باش تتوضا العباد. يا سيد الوزير والله تعب في روحك الويه هكاك. اخي مطول انت هنا، ادخل اعملها وبرا وعلى روحك. تو نشوف تو نجيب كل شيء ونركب الامور ونجيب مواد تنظيف. جتنا على غفله راه، جتنا على غفله. توفر لهم الماء يا سيد، تفهم فيا؟ يا سيد الوزير ايش نعمل لهم يا رسول الله؟ خل الوزير هم تزاد بالماء المعدني زاد. من جاي يا رسول الله؟ زيد طول لسانك، زيد طول لسانك. الواحد حتى فطوره ما فطراش الصباح يا رسول الله، مطيش على بيك الربي. والروايح ناتنا ويني؟ مواد التجميل والتنظيف ويني؟ يا سيد الوزير، يا سيد الوزير راهو من ناحيه نتاع مواد التنظيف باش تكون واضحه معاك، راهو سريع معاك يسرقوا فيه. نعم يسرقوا فيه. اي نعم والله المره اللي فاتت شكروا موه بتاع 18% هزه. هاي اقسم بالله بدون جفاف بثلاثه تريات هزوه. اخر حاجه دبوز قوارص على الريحه نيتنا شربات الشعب راهو زبرات يا سيد الوزير، الشعب زبرات. شنو الخيط؟ طلعتونا شويه حق. شنو الخيط اللي هاتي؟ خيط وبرا يا سيد الوزير، خيط وبرا، خيط وبرا، خيط وبرا. لا حيد شنو هذا؟ صابون ربطها بخيط؟ لا مش صابون، صابون حسابو مو يسرقوا فيها باش نقولوا هذا معك. السرقه موجوده باش تكون واضحه، راهم ما مسايبينش. صور صور هبط على الباج بتاع الوزاره، صور. يا سيد الوزير شنو هبط على الباج؟ صابونه تربطها. هبط على الباج، هم يسرقوا فيها يا سيد الوزير. يسرقوا فيها. تو انت يا رسول الله مسايبين كل شيء، بالربي سايبتوه وجاي تتبع في الميحات، تو هذه اخر طلعه، هذه تسمى زياره فجائيه. زيد طول لسانك، مش عاجبك. يا سيد الوزير علاش اليوم هالصباح على من صبحت اليوم؟ انت ساعه شكون دخلك يا ناس؟ يا سيد الوزير راهو من ناحيه الدخول، انا دخلت على طريق مكتب التشغيل الاليه 217، نخصم 200 ألف على الجمعيه.
200,000 على الدولة و 200,000 على الجمعية. 200,000 على الدولة و 200,000 على الجمعية. جمعية شنو؟ أكبر غلطة. جمعية شنو داخل فيها أنت؟ الجمعية هذيك نتاع تطير المية بالساكتة. تطير المية بالساكتة؟ عليه بالساكتة؟ شنو جمعية؟ ما ثم يا سيد الوزير ما ثم اللي يطير المية بالساكتة وثم اللي يطير المية. ثم قضايا حق قضايا هو. باهي باهي ياسر. تطير المية بالساكتة. ما علاش ما ثماش؟ ما فهمتش. يا سيد الوزير يا سيد الوزير بجاه ربي فهمني راني راسي وجعني يا اخي ثم شكون جا الشك مني وصلتكم معلومه جاتكمش عريضه احنا دورنا رقابي هنا في البلاد يا ودي نعرفوكم تراكم هذه اول زياره في شئيه نقوموا بها في الوزاره جديده يا سيد الوزير نعرف جينا للمحاض نتاعك يا سيد الوزير باش نبدو بنظافه لازمنا نظافه كلامك صحيح والله نمشي معاك من ناحيه هي راني نمشي معاك نلحق نقولها حتى على بابا وانت تخدم بارك الله فيك وعملت زياره في يرحم والديك وهذا راك تاع في روحك زين برا ادخل اعملها وبرا لا روحك هي من عندي خالصه بالله خالصه من عندك ترشي في السيد الوزيره هذه ماش نرشي فيك انا نشوف كيفاش نرشي فيك يعجبك العديد تو يا رسول الله مسايبين البر كليك بر ربي سايبتوه لدارات وخدت كل على راسي سايبتوه وجايين للمحاض هنية هذه اخر طلعه حل المحاض يا سيد الوزير روح انت محاض يا حنيات تضربك يا سيد الوزير وانت مازلت جديد يا رسول الله حل حنشوف المحاض حل المحاض خل نشوفه اه يا سيد الوزير ها قعادة عربي يا سيد قعادة عربي زاد يا سيد الوزير بالله عليك دخلين هكاك وفرك عود احطب يا سيد الوزير احنا رانا اولاد الدومان احنا راهو هذا اختصاصنا احنا باش نفهمك الوضعية بالضبط باش تحب سيد الوزير يكون على اطلاع باش وقت يقول عملت زيارة فرشية ورجعت كذيت معلومات مفيدة يكون في بالك اللي قعادة استوري ما تساعدناش في الخدمة ما تساعدناش في الخدمة شو ما تساعدكش في الخدمة ما تساعدناش راه القعادة السوري اللي يدخل يضرب ثلاثة سوايع ولا انا حال وعملنا عربي العربي درجة ونمشي على روح واضحة باش نكون معاك صريح هذه الإشكاليات اللي عناها القطاع هذا بتاع المحاضرات احنا عطيناك قرض يا سيد باش تشري قعادة وين مشى فلوس القرض؟ شوف التسايب بتاع الدولة تصور لي صور لي هبطت لي على الفاش شوف أموال الدولة الأموال العمومية والفساد وين ماشي شوفوا يا سيد الوزير راهي من ناحيه القرض باش تكون واضحين أنا راهي القرض خذيت منه ليه صاش وعندي زاد الفاتورة الدي في موجود وخذيت منه سبالة والله غالب ما خلطش الحق الواحد الحق اسمها هي قعاد هاني قاعد نشوف كيفاش وعملت مطالب وقبلت حتى السيد المعتمد 10 مرات على قعادة بتول ووعدوني وقالوا ان شاء الله في الجلسه باش يعملوا جلسه باش ينظروا في القعادة ها ما وصلني حتى شيء شنو ذنبي انا كمواطن كيفاش ما وصلتش القعادة ما وصلنيش ما وصلني شيء خلينا نمشي نجيب وندرقها باهي طال نحيك نحيك القعادة بتاع الوزارة يا سيد الوزير من ناحية القعادة بتاع الوزارة لا صراحة نقولها لك صراحة خير رسول الله زادتك وزير علاش مش تقعد فين مش تعملها فين مش تعملها باهي باهي ما تو نشوف لك قاعدة بتاع الوالي يا سيد الوزير اخطانا من قعاده الوالي ما خلوش الوالي بليش فوق قعاده الوالي شو عندك فيه يا دي لا 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 والله لا من ناحيه قعاده الوالي لا ما نرضاش ليه الوالي يقعد بغير قعاد ويعبدني يحق تعرف يعبدني باهي اعمل لي مطل في مواد التنظيف حط 10 شكاير ومو وخمسه تريج جفال وحط حتى معناتها كردونه صابون اوه يا ودني اوه يا ود يا سيد الوزير راني عملت المطالب عملت والله ما وصل لي شيء كان قلب صابون اكتبناه هني والعمده يا رسول الله زعما واقع راه سيدي يا ودي نظف نظف المهم لازمها تنظاف تصرف اشري يا مواد يا سيد الوزير يا سيد الوزير راهي ما تنظفش شو ما تنظفش يا نقول لك احنا هنا جايين ومحاولين حكومه كامله عملناها جديده باش ننظفها يا سيد ما مش تنظف ماهيش باش تنظف باهي نقول لك ماهيش باش تنظف والله انت مش توريني يا دي نقول اسيدي وراس العهد وراس العهد وراس العهد قسما عظما لا تنظف هاي بينات نقول لك ما تنظفش ما تنظف خليك نكذب عليكم تو هكا يا رسول الله راني قلت لك ما تنظف بالله يا سيد الوزير علاش تشيح لي فيك بر دي بر اعملها دي بر نعم. اعملها بر ادخل اعملها كيما عملها غيرك ايش مزيت هالدوره هو توفى بر شد هك تمام يا تمام يا شد هك هاي 50 بار سيد الوزير ربي معاك بار ضحك لي كاستيه باهي خلط لي كاستيه باهي هاو الفول بار ادخل بار ادخل اعملها وامشي على روحك تحب كاغت هذا ونمد لك كاغت بار يا حنبيك باهي فيك ما عرفتنيش يا ذل شوف اليوم ما عرفتنيش ما عرفتكش
مش ما عرفتك. لا والله عرفتك ما حبش نقول. برا عملها وسيبنا نعرفيك الوين. باهي طال نحي نحيك القعاده بتاع الوزاره. لا 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 يا سيد الوزير، من نحيك قعاده الوزاره لا. خلصوا لي انت عايش مش تقعد. علاش مش تقعد ترى؟